مشاهدينا، وعن حالة الطقس في جولة التاسعة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية.